بزنس بلان ل5 سنين. طيب هو ما بيعمل البادجت اللي هي بنسميها اوبريشن استراتيجي، اللي هي شورت تيرم اوبريشن استراتيجي، اللي هي على المدى القصير بيعمل البادجت عشان بعد كده يبقى احنا عندنا ابل تو ابل، ان احنا بنقارن الفعلي مع البادجت، هل احنا ماشيين مع التراك ولا مش ماشيين مع التراك اللي محطوط مع الابروفد بادجت باي بورد اوف دايركتور طبعا. طيب اللي بعد كده اللي هي الخطه الخمسيه، احنا وضعنا ايه من دلوقتي ل5 سنين؟ فدي لازم نكون احنا برضو بنعدها، وبنكون احنا عارفين احنا وضعنا ايه بعد 5 سنين من دلوقتي، وايه هنبقى ايه اد فاليو في السوق. بعد كده بيبقى الميجر بيبقى اداره ملف التسهيلات البنكيه، من اهم المهام بتاعه المدير المالي اداره ملف التسهيلات البنكيه مع البنوك، وازاي ياخد قروض وتسهيلات باقل انترست ريت مع البنوك. النقطه اللي بعد كده اداره المخاطر الماليه، لازم هو يكون مهم جدا اداره المخاطر الماليه، مخاطر السوق، مخاطر التامين، مخاطر السيوله، مخاطر العمله، كل الحاجات دي لازم ناخدها في الاعتبار، مخاطر الائتمان ناخدها في الاعتبار. بعد كده طبعا هو التعامل الرئيسي مع الاكسترنال اوديتور بيبقى مع المدير المالي، هو اللي بيوقع على الميزانيات. النقطه اللي بعد كده هو التحليل التكاليف، ودي النقطه اللي هنتكلم عليها في الورك شوب النهارده، تحليل التكاليف وازاي ان احنا نعمل كوست سيفنج وزود امباكت ان ذا افيشنسي اند افكتيفنس ان ذا اوبريشن، ازاي احنا نعمل اداره التكاليف ونعمل خفض التكاليف مع رفع الكفاءه والانتاجيه بتاعه الاوبريشن تيم، مش هتاثر معايا. فديت مهمه جدا، ودي اللي احنا هنعمل ديت بارت من واللي هي الميجر من الورك شوب اليوم ان شاء الله. من اخر حاجه واللي هي من اهم حاجه، الفاينانس مانجر بيشارك في القرارات الاستراتيجيه لاي شركه. طيب الفاينانس مانجر علشان يقوم بدور قوي في الشركه لازم يعين التولز بتاعته تكون قويه. ايه هي التولز بتاعته تكون قويه؟ اللي هو التيم بتاعه، سواء فاينانشال اكونتنتس اللي هو اكونتس بي او ريسيفرز اسيد وكده، كوست اكونتنت او مانجمنت اكونتنت، دول الميجر التولز بتاعت الفاينانس مانجر. انت حضرتك ممكن تخش على الاستاد اللي بعده يا مستر عبد الفتاح. تمام. طيب حضرتك ما دام ذكرت التكاليف، فطبعا حابب ان انا عايش الناس كده في مصنع ونتكلم مثلا عن البرودكت البيدر كوندر دي، ازاي انا بحسب تكلفات. ان شاء الله كده نشغل فيديو عن مصنع بيت كوندر، ونشوف عشان ناخد حالة عملية كاملة عن موضوع التكاليف والتخطيط.
تمام. طبعا احنا الورشه بتاعتنا النهارده ازاي تم امبلمنتيشن لمديول التصنيع والتخطيط. اول حاجه لما اجي اعمل امبلمنتيشن للتنفيذ اي ار بي سيستم، اذا كان اودو او داينامكس 365 او داتابيز اوراكل او ساب، اول حاجه لازم يكون عندي داتا، لازم يكون عندي داتا صح. تاني حاجه كونفيجريشن، ربط كل حاجه للحسابات. ثالث حاجة أي ترانزاكشن بيحصل الترانزاكشن دي بتترجم على طول ريبورت تقارير. طيب النهاردة أنا بقى عايز أعمل كنترول أو عايز أعمل نظام تكاليف صح. أول حاجة أنا مثلا عندي البيضة الكندر دي. البيضة الكندر دي الناس في المصانع بيسميها مكونات البيضة الكندر بيلف ماتيريال أو بومية اسمها بوم. في المطاعم بيسموا اي منتج تام ريسبي، في الفنادق بيسميه انجريدينتس. طيب انا عندي البوم دي عباره عن ايه؟ البوم دي مثلا بفتحها قدامكم اهو، ده رول شفاف وده رول ودي العاب. طيب انا عشان ابدا اعمل البوم صح او الانجريدينتس صح او الريسبي صح، ايه المفروض اعمله؟ اول حاجه المفروض اعمل كنترول على الانفنتوري بتاعي. طيب نعمل كنترول على الانفنتوري ازاي؟ ببدا بجيب الادارات زي مثلا اداره السبلاي تشين. اداره السبلاي تشين تحت منها المخازن والتخطيط وادارات اخرى هنعرفها ان شاء الله خلال ورشتنا. اول حاجه مع اداره السبلاي تشين او الماليه بعمل موضوع الكودينج. انا النهارده عندي البيضه الكندر دي ببدا اكود ده مثلا الرول، ببدا بديه كود تبقى الكاتيجوري بتاعي مثلا رو ماتيريالز، بعد كده مثلا ممكن اقول فود، ممكن اقول نون فود مثلا زي الالعاب دي مثلا كده، اديها مثلا كود تاني. لو في حاجه عندي تحت التشغيل ويب زي ده مثلا، الشوكولاته دي مجموعه من الاصناف اسمها ويب اديها برضو، ولو منتج كام ادي كافينج جود. يبقى اعمل كاتيجوري ولازم اكوده صح عشان ادي داتا للسيستم صح. بعد كده ممكن اعمل فوكس للاماكن بتاعتي، يعني لوكيشن مثلا الباكيه دي للفود، الباكيه دي للنون فود، الباكيه دي للقطع الغيار بتاعتي. بعد كده اخلي مستر سامح سعيد يتكلم عن باقي النقط دي، وبحيث المراقب المخزون لما يجي ياخد عينات عشوائيه ازاي تكون مراقبه لاكثر الواقع بين السيستم او شيت الاكسل على الارض الواقع لون هام. اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي يا استاذ فتاح، قبل ما اخش على النقطه ديت، انت ازاي دلوقتي بتعمل كونفيجريشن؟ لو انت دلوقتي بتطبق اي ار بي، عايزك ازاي بتعمل كونفيجريشن للانفنتري مديول مع تي بي؟ الو استاذ فتاح، السؤال كده تمام يا فندم، اتفضل. بالنسبه لاول نقطتين اللي هي كودينج الانفنتري واللوكيشن وكده، عايز اسالك بس سؤال. احنا بصفتنا احنا عايزين نعمل امبلمنتيشن لاي ار بي في المانيفاكتشر والكوست سايكل، ازاي بنعمل كونفيجريشن للرو ماتيريال انفنتوري او الاف جي انفنتوري او دبليو اي بي او كده مع التي بي؟ طيب اولا انا عندي ثلاث حسابات في المنشاه الصناعيه بالنسبه للانفنتوري، عندي رو ماتيريالز، وعندي ويب ورك ان بروسيس، وعندي الفينش جود. كل حاجه بتحصل بيبقى ليها كونفيجريشن مختلف عن الثانيه. دي بيبقى ليها مرحله، ودي بيبقى ليها مرحله، ودي بيبقى ليها مرحله ثانيه، بالذات لما اجي اعمل اصدار اوامر الانتاج. وفي حاله عمليه دلوقتي هنشتغل عليها برضه يا فندم، ان شاء الله سامع تمام، يظهر موضوع الكونفيجريشن اكتر. تمام. الجي ار ان والجي ان، الجي ار ان اللي هو بنسميه ساند استلام بضاعه، ساند استلام بضاعه احنا ما بيجي بنطلع بي او للسبلاير، فبيجي على البي او دوت الجي ار بيجي المورد بيعمل سبلاي للماتيريال، احنا ما بنيجي نستلمها بنستلم الدليفري نوت بتاع السبلاير، وبنبدا على اساسه بنبدا نعمل الجي ار ان او الجودز ريسيفد نوت. الجودز ريسيفد نوت دوت بيبقى لينك مع البي او،
يعني ما ينفعش الوير هاوس او الستور كيبر يحط كميات، يحط كميات اكبر من كميات البي او، او يحط يحط سعر من عنده او اي حاجه، لان هو ما عندوش سعر، هو بيختار مجرد ما يختار على اي ار بي البي او نمبر بيجي له على طول كل الايتمات الايتمات والكميات الموجوده تحت البي او ده، فعلى هذا الاساس بيعمل الجار ان. طيب اما يجي ماتيريال ريكويست من البرودكشن تيم بيبدا يعمل الجي اي ان اللي هي جودز اتش 1 نود عشان يبدا يصدرها للورك ورك ان بروسيس في السايكل تحت الجوب اوردر. طيب هو لما بيجي يصدرها كده، انا بالنسبه لي كجي ال هو طبعا بتنزل الكميات سواء جي ار ان بتنضاف على الانفنتوري سواء جي اي ان بينقص من الانفنتوري انفنتوري كوانتيتي. طيب هو ايه التاثير بتاعه على التي بي؟ هو طبعا اما بيكون زي ما بتاع تفضل وقال ان احنا بنعمل لينك كونفيجريشن ازاي تطبيق الاي ار بي على السيستم تحت الانفنتوري مديول تحت الكاتيجوري سواء رو ماتيريال سواء سبير بارتس على حسب الكاتيجوري بيبدا على اساسه ان هو يعمل ايش وانس، والايش وانس ده خلاص هو بينزل من الانفنتوري فاليو، بينزل من الانفنتوري فاليو دايركتلي، فهو ما بيقدرش خلاص بقى طالما عامل له كونفيجريشن اي كاتيجوري تحت الانفنتوري مديول بالانفنتوري مديول بتاع الرو ماتيريال هينقص على طول مربوط مع الجي ال بتاع الرو ماتيريال. فبالتالي علشان يبقى في دور رقابي ان احنا نقدر نطابق الكميات والفاليو اللي في الانفنتوري مديول مطابقه للفاليو اللي موجوده في التي بي، التي بي اللي هي ميزان المراجعه اللي احنا بنبدا ناخد منه القوائم الماليه ونشوف القوائم الماليه قيمه الدخل والميزانيه. طيب الجي اي ان نفس الفكره، ان هو مجرد ما بيصدر المفروض بتنزل من الانفنتوري مديول وبتنزل من الانفنتوري جي ال. فبالتالي طب ما بتروح بقى خلاص هو بيبقى انتري دي ديبت الدبليو اي بي وكريدت الانفنتوري عشان ينقص الانفنتوري من الانفنتوري مديول. طيب احنا علشان نتجنب، وده دور رقابي لمحاسب التكاليف ومهم جدا وديت بارت من اداره راس المال، اداره راس المال العام اللي انا اتكلمت عليها، ودي مهام الفاينانس مانجر. محاسب التكاليف مهامه ان هو لازم كل حاجه تيجي لازم تكون مربوطه بجوب اوردر او مربوطه بمشروع عشان نتجنب حاجه اسمها سلو موفينج ايتم اللي هو المخزون الراكد زي ما نقول. طيب هو بنجيب المخزون دوت احنا علشان نتاكد ان هو الستور كيبر او الوير هاوس مانجر او كده صرف مظبوط والكميات مظبوطه ما صرفش اكتر او اقل، لازم نعمل فيزيكال كاونت للانفنتوري كل فتره، لناخد كل شهر محاسب التكاليف ينزل ياخد مع الستور كيبر او المخازن كميات عشوائيه من كل انفنتوري مديول، او بناخد مثلا كل كوارتر اكونت للانفنتوري اوفر اول عشان نقدر نتاكد ان هو الاين مع الكميات الموجوده على السيستم ولا الفيزيكال اقل او اكبر من السيستم. تمام، فديت اخر ثلاث نقاط وديت اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منهم. تاني حاجه بيبقى فيها السيفتي ستوك، لو انا بشتغل ميك تو اوردر فبالتالي انا بجيب الكميات والمشتريات على حسب الاوردر على حسب الكميات، لو ميك تو ستوك انا بجيب كميات بس بعمل في حسابي سيفتي ستوك. سيفتي ستوك يعني لو انا طبعا دي من الاكسبيرينس بتاعت الاوبريشن وبتاعت السيلز، يبقى هم عارفين ايه المعدل الانتاج والمبيعات وايه السيفتي ستوك اخليه عندي كرو ماتيريال وكاف جي ان انا استخدمهم في حاله تاخير توريد ماتيريال، في حاله تاخير اي حاجه، تاخير توريد من السبلاير لو في قطع غيار، لو هي في الرو ماتيريال، لو هي اف جي لو انا عندي طلبيات وملتزم بعقود. فبالتالي اف جي انفنتوري لازم تكون موجوده معايا عشان ضغط الكميات لحد لو حصل اي شوت داون في الاوبريشن سايكل. استاذ عبد الفتاح في حد برضو معانا في الشات، استاذ محمود علي بيتكلم على حته البيكومنت سايكل اللي هي دوره المشتريات، برضو قال موضوع البي او المخزن يستلم منه. هو فعلا الموضوع ده مهم جدا، لازم أن يكون انا عندي حاجه اسمها اكاونت انفورميشن سيستم بالذات في حته البي كومنت سايكل دوره مشتريات. اول حاجه بقى عندي بي ار طلب شراء، طلب الشراء ده بيعمله التخطيط، بعد كده بيبقى عندي كوتيشن، الكوتيشن اللي بيجيبه ده اداره المشتريات، بعد كده بيبدا تحليل الكوتيشن ده بالنسبه لحاجتين، اداره الكواليتي بتبص على الجوده وإدارة التكاليف والتخطيط
بتبص على السعر. بعد كده بقى بناخد ابروف، بيعمل حاجه اسمها بي او، بريشيز اوردر، امر على طول شراء. امر الشراء في السيستم ده ملوش اي كيود خالص، دايما اللي ليه كيود هو استلام المخزن. المخزن لما يستلم تمام، بالذات في اود بيبقى ليه حسابات وسيطه، ونفس الوقت او لما يعمل حته ربط بحسابات اللي هو الانفويس اللي هو يعملها فاتوره، بعد كده حته البيمنت يبقى فيه بينه وبين السبلاير معاملات ماليه، وبيعمل حاجه اسمها ريكونسيليشن اللي هو مطابقه بينه وبينه او ماتشنج. حبيت برضه اوضح النقطه دي عشان الاستاذ محمود علي اتكلم برضه فيها. برضه في نقطه هنا ديبارتمنت مهمه جدا، اللي هي بنسميها، في شركات بتسميها ديبارتمنت وفي شركات بتسميها كوست سنتر. الديبارتمنت لما تيجي تعمل ايشوانس لسبارتس او تعمل ايشوانس لكونسيومبل ايتم او تعمل ايشوانس لاي سيرفيسز، لازم تختار الديبارتمنت. والديبارتمنت غالبا في الاي ار بي، بصفه ان انا عملت امبلمنتيشن لاوراكل من اي تو زد، بتبقى من الريكوستر. يعني لو انا عامل ماتيريال ريكوست وبعد كده او بشيز ريكوست، بعد كده بيبدا يصدر بي او، ما بيجي يعمل الجار ان. اللي بيعمل الجار ان لو هو خاص بالمخازن فبيبقى الستور كيبر طبيعي، لو هو خاص بالموظفين، لو موظف عامل مثلا بارشيز ريكويست، فبالتالي هو لازم يعمل سيرفيس ريسيبت على السيستم على اوراكل خاصه. وعلى هذا الاساس الديبارتمنت بتروح اي الكونفيجريشن او الاكسبنس بتاع الكونسيومبل او السبارتس او اي سيرفيس او الستيشنري، بتروح على الديبارتمنت على طول او كوست سنتر الخاص بالاداره او بتاع الخاص بالموظف اللي عمل بارسيز الكوست. في نقطه برضو مهمه جدا، انا النهارده لما اجي اعمل البيل اوف ماتيريال او الرساله بتاعتي للمنتج ده، لازم انا ادخل البيانات صح والكودنج صح والداتا صح في السيستم او على شيت اكسل. نفس الوقت لازم أنا ابدا بتكنيك صح. يعني ايه تكنيك؟ انا النهارده الكوست بير يونت ده اعمله باني تكنيك؟ انا عندي ثلاثه تكنيك. عندي اول حاجه اسمها الستاندرد، الستاندرد كوستنج. الستاندرد كوستنج ده انا عندي مواد، يعني اي المنتج ده بيكون فيه دايركت ماتيريال يوز، مواد مستخدمه، وفي عماله اشتغلت زي الفيديو لما شغلناها، وفي تكاليف غير مباشره. ايه هي التكاليف غير مباشره؟ عشان في ناس عندنا لسه مبتدئ برضو في التكاليف. التكاليف غير المباشره دي هي اليوتيليتيز اللي هي الخدمات، الكهرباء، الميه، اي حاجه ما تقدرش تربحها ارميها على التكاليف الغير مباشره. طيب عندي ثلاثه تكنيكس بالراحه كده، الموضوع باختصار. ايه هما التكنيك؟ انا النهارده احسب المواد ازاي، العماله ازاي، التكاليف غير مباشره ازاي. اولا في الالفينات بدات عمليه التكاليف الغير مباشره دي تبقى رقم كبير قوي، فلازم تترشرش صح او تتوزع صح. طب هستخدم اي تكنيك؟ اول حاجه عندي الماتيريال. دايما الماتيريال بيبقى فيه سعر وفي كوانتيتي، في سعر وفي كوانتيتي، في اللي هو الستاندرد ده اللي هو اقرب على ارض الواقع، بحط سعر وبحط كوانتيتي تمام. الليبر نفس الموضوع، بجيب السعر من اتش ار وبرده عدد الساعات اللي هو بيتم عشان خاطر ينتج موضوع البيضه الكندر زي ما حضرتك شايفين. بعد كده المانوفاكتشرنج اوفر هيد، دي اول تكنيك وهنوضح ده من خلال ورشه عمليه دلوقتي. تاني تكنيك هو الاكتشوال كوستنج. اي حد بيشتغل اكتشوال كوستنج، مدير تكاليف، انا ما بسموش مدير تكاليف. طب ليه؟ الاكتشوال كوستنج ده يجي البورد اوف دايركتورز او السي اف او، انا النهارده مديري مستر سامح بيقول لي عبد الفتاح هات لي التكلفه، اقول له استناني اخر الشهر مستر سامح عشان اشوف الترانزاكشن اللي بيحطها محاسب المالي وبعد كده اديك التكلفه؟ لا طبعا. فعشان كده دايما دايما الاكتشوال كوستنج هي غلط، اللي هي بيحصل عمليه فلتويشنز، تحصل تضارب، المنشاه ما بتعرفش تاخد قرار. ودايما بقولها لما بدخل في اي استشارات في اي منشاه، اقول له ما تفرحش من البيع كتير، انت ممكن مره واحده تبيع كتير وممكن تحصل ممكن تخسر، ما عندكش محاسب تكاليف صايع او شاطر. ثالث تكنيك هو النورمال كوستنج. النورمال كوستنج ده هو الاقرب للاي ار بي سيستم. باجي كده يا عمي المواد، بنزل على ارض الواقع، عندي الماتيريال، بجيب الميزان بتاعي، بنزل صاله الانتاج زي ما حضراتكم شايفين كده الميزان تمام، الميزان بتاعي اهو على ارض الواقع،
بنزل باخد البوميه بتاعتي او الرسبي بتاعتي وبدخلها على السيستم. بعد كده بنزل باخد العماله والاوفر هيد ابلايد اللي هو بتوقع التكاليف الاقرب الى الواقع بالعدد ساعات الفعليه، وبشوف المحرك بتاعي ايه. طيب عندي لما اجي برشرش عندي كذا طريقه رشرش، عندي طرق قديمه اللي هي الريت، وعندي التو ريت، وعندي الاي بي سي او الديبارتمنتس. استاذن حضرتك مستر سامح، انا عايز ادي حاجه عمليه كده اوريها برضو للناس عشان معظم يا ريت عشان تبقى واضحه للشباب. معظم الاي ار بي سيستم ما بيعملش الكوست بير يونت اذا كان اودو او اذا كان داينامكس، هو بس انت مجرد ان انت بتدخل له الداتا. طيب شباب يا ريت بس في الشات كده السكرين تمام بتاع شيت الاكسل، يا ريت بس الناس تتمم معايا، ناس تاكد معايا بس في الشات. نكمل. اول حاجه انا باخد الرو ماتيريال اهو، الرو ماتيريال ده باخد اليونت ميجرمنت وحده المقياس، وباخد السعر. سؤال هنا يا شباب، سعر لما اجي اخد البوميه السعر هنا ايه؟ باخده بناء على ايه؟ يا ريت اللي عارف يجاوب في الشات او يرفع ايده. السعر اللي بدخل بيه في السيستم لو انا شغال بطريقه النورمال كوستنج، السعر ده بناء على ايه؟ هو عامة احنا لسه ذاكرنا من شوية. في ناس بتقول بناء على المتوسط، وناس بتقول بناء على البي او، صح؟ يعني الناس بسم الله ما شاء الله يعني واضح ليها شاطرة جدا. معظم الناس بتقول بناء على، لو انا بستخدم بتكنيك النورمال كوستنج بناء على البي او، امر الشراء بتاعتي. امر الشراء بتاعتي ده انا بجيب مدير مشتريات بيجيب لي منه نسخه كمدير تكاليف، ببدا بدخله في الشيت بتاعي عشان اعمل تحديث بيانات، بالذات في الظروف الحاليه. وعلى فكره يا شباب الحاجات المنصرفه للمخزن، ودي هناخدها طبعا شويه بالتحليلي، اذا كانت فيرس او اذا كان متوسط هنقولها برضو بحاله عمليه عن الاقرب للواقع، او الاصح الفيرست ولا موضوع المتوسط. خلينا بس نكمل عشان خاطر ما نشتتش الناس. طيب انا عملت كده مرحله الرو ماتيريال، بعد كده بجيب العماله بتاعتي بتاعت كل خط، تمام. بعد كده بجيب الاوفر هيد بتاعتي اهو، بعمل حاجه اسمها بيهيفير، بعمل سلوك ده ثابت ولا متغير، وبعمل حاجه اسمها كلاسيفيكيشن بصنفها ده مانوفاكتشرنج صناعي ولا غير صناعي. بعد ما بعمل البول بحترم قوي بقى محاسب التكاليف اللي احنا خدناها البيضه الكندر دي اهي يا شباب، اديها لمستر سامح لما يجي يطلب مني التكلفه اداله في ورقه واحده زي ما حضراتكم شايفين، في ورقه واحده بطلع له التكلفه، مواد، عماله، تكاليف غير مباشره كده. حضرتك يبقى انت بيقول عليك مدير تكاليف، لكن انت تقول له اشتغل بطريقه اكشوال نستنى على اخر الشهر، لا لا طبعا، تمام. وفي نفس الوقت اهم حاجه محاسب تكاليف مثلا تربط الشيت بطريقه دايناميك، يعني مثلا يا شباب ركزوا بقى في الحته دي، انا عندي النهارده لو شغال براكتيكال كباستي مديني 400، بص كده لو انا غيرت القيد دوست مثلا الت ناقص تحت، فتحت الداتا فاليديشن بتاعتي دوست كده، الطاقه على طول اتغيرت في الارقام، الشيت شغال دايناميك على طول. نرجع بس للمضمون، هتلاقيه عامه بيغير لك العماله، الريت بتاع العماله والريت بتاع الاوفر هيد بتاعي. انا برضو حبيت برضو اوري حاجه عمليه برضو للناس برضو يا مستر سامح. نسال برضو سؤال مهم برضو للناس، انا النهارده لو عندي منتج واحد اوزع بأني تكلفه، بالريت ولا التو ريت ولا الاي بي سي؟ يا ريت اللي عارف يتفضل يرفع ايده، او يا ريت الناس تشارك ترفع ايديها. لو انا عندي منتج واحد اوزع بأني طريقه، اللي عارف يا شباب يرفع ايده.
يا ريت يا شباب اللي عارف يرفع ايده. طيب هي الناس عامة بتقول بالريت، وفي ناس بتقول بالاي بي سي او ديبارتمنتس، وناس بتقول. طيب بص يا شباب، انا عندي منتج واحد، انا مش محتاج اوزع يا شباب، انا عندي العمليه تريس بقدر اتبعها، انا عندي منتج واحد اجمع كل ده واقسمه على المنتج اللي عندي، الموضوع بسيط خالص طبقا الكوست اوبجكت بتاعي. تمام، شكرا جدا للناس اللي بتشارك. طيب طب معلش يا مستر، السلايد اللي فات عايز بس اضيف على الكلام اللي حضرتك قلته عليه بعض الحاجات، وخاصه في تطبيق الاوراكل، عشان تبقى بس لاخواننا دلوقتي. بالنسبه للاي ار بي، بالنسبه دي تكاليف الستاندرد كوستنج والاكشوال كوستنج والنورمال كوستنج. الاي ار بي علشان تاخد التكلفه في اي لحظه وتشوف الاكشوال كوست فيرسس البادجت في اي لحظه، لازم هتشتغل بالنورمال كوستنج ك ك ك كاكشوال. عشان طبعا كجوب اوردر بيبقى انت عندك بتعمل استيميشن او بتعمل فوركاست للمشروع او للكاستمر اوردر قبل ما بتشتغل اكشوال، فعلشان انت تقدر تشوف ان انت ماشي على حسب التسعير وحسب الكوستنج اللي تمك، ولا مش ماشي زي مش ماشي مع الـ مع الاستيميشن يعني. طيب احنا ليه بنقول كده؟ عشان تبدا على هذا الاساس تشوف الويك بوينت فين، هل ويك بوينت في الاستيميشن ولا هل ويك بوينت في البرودكشن تيم. هو لا الاستيميشن عمل استيميشن غلط، او البرودكشن استهلك ساعات او ماتيريال اخطر يعني. ودي بتبقى في الاي ار بي، وخاصه الاي ار بي الكبيره زي اوريكل وساب وداينامكس. طيب اللي هو الرو ماتيريال، هو بيعمل اكشن رو ماتيريال على الجوب اوردر ديت. طبعا هو بيجي يعمل اكشن دايركت ماتيريال، وبيعمل ممكن في سيستم بيبقى لينك، لو سيستم عنده كنترول ممكن يروح، لو هو وصل للرو ماتيريال الموجوده في الاستيميشن بيروح موقف على خلاص ما بيقدرش يصرف ماتيريال تاني عليه. لو هو في ماتيريال تاني اقل، لو هو في سيستم تاني يقول لك لا انا هصرف الاكشوال، وعلى هذا الاساس ابدا اشوف الفرق بعد كده، اشوف الفرق بعد كده ليه ازيد وليه اقل. طيب الاكشوال دايركت ليبر بيكون متحدد دايركت ليبر ريت مبدئيا موجوده دي على اي سيستم الاول، وعلى دي موجوده طبعا على حسب ايه الاكشوال دايركت ليبر اللي انت معمول لها اخر ابديت عليه بعد ما تاخد جميع التكاليف بتاعه الموظفين او بتاعه القسم او بتاعه الموظف، سواء على حد بنتكلم من ناحيه البرودكشن تيم. طيب الاكشوال هاورز انت طبعا بتعمل لها على الاكشوال هاورز، انت سلكت 10 ساعات، سلكت 15 ساعه، سلكت 20 ساعه، فعلى هذا الاساس انت بتحط الهاورز ديت، فالسيستم بيعمل كالكوليشن دايركتلي يعني. طيب الابلايد اوفر هيد، وديت لازم نستخدمها علشان احنا بنعمل ديتيرمنت ريت، اللي هو بنحدد سعر وده طبعا احنا واخدين الاكشوال، بناخد بنكون واخدين التوتال الاوفر هيد على عدد الساعات او الكوست درايفر اللي موجود اللي احنا واخدينه، سواء دايركت ليبر ريت او ماشين هاورز على هذا الاساس. طيب بنحط بقى عدد الساعات، لو احنا ماشين هاورز او دايركت ليبر هاورز بنحطها بيجي على طول في ريت، فبناخد دي بيبقى عندنا ان احنا ناخد الاكشوال كوست في اي لحظه، الابلايد كوست في اي لحظه فيرسس البادجت. دي بس كنت عايز اوضحها لزمايلنا في السيشن يعني. برضو بناء على حضرتك، برضو انا النهارده ما ينفعش ادخل التكلفه بتاعتي من غير الكباستي. طيب عندي ثلاث انواع كباستي يا شباب، عندي ثوريتيكال، ودي طاقه قصوى، ودي مستحيل حد يطبقها. يعني ايه؟ انا عندي خط انتاج ما بيقفش، ولا بعمل له صيانه، ولا الناس بتاخد بريك، ولا الناس بتاخد اجازات عيد، ولا اي حاجه. ده طبعا مستحيل مستحيل. وعندي براكتيكال كباستي اللي هي الطاقه الفعليه، اللي انا بطلع الاعطال وبطلع الصيانه الدوريه وايا كان. تمام، وعندي النورمال كاباستي. في مطاعم او مصانع بتشتغل نورمال كاباستي بناء على السيزون بتاعها، او بناء على البي او اس الفروع برضو بتاعها. يبقى انا ممكن اشتغل على البراكتيكال، ممكن اشتغل على النورمال، بس مستحيل اشتغل على السوليتيكال. تمام يا شباب. طيب
نبدأ هنا في الشيت الإكسلي ده. بصوا كده الكباستي بتاعت المنتج مثلا، المنتج مثلا الباونتي ده مثلا زي ما حضراتكم شايفين، الباونتي ده الكباستي بتاعته قد ايه، او جت الويفر ايا كان 1000. لو انا خليتها مثلا بص هنا العماله 4 والاوفر هيد 11، لو انا خليتها مثلا 500 هيديني 8.21. موضوع الكباستي، لو انت مش هتاخد لكل منتج الكباستي بتاعه براكتيكال او النورمال على حسب، التكلفه تطلع غلط زي ما حضراتكم شايفين. فانا برضو حبيت اوضح نقطه الكباستي دي عشان هي مهمه جدا 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 جدا. طيب مستر سامح، بالنسبه للاكسس كباستي الطاقه الغير مستغله، لما انا اجيب لك تقرير انا النهارده مفروض انتج 100 انتجت 80، حضرتك طبعا هتسالني ايه الاسباب اللي حصلت عشان خاطر في 20 كرتونه كمانجمنت ما كسبش طلعوا السيستم ما انتجوش. اتفضل يا فندم. طيب انت دلوقتي علشان براكتيكال كاباستي والايدل كاباستي والنورمال كاباستي، الايدل كاباستي اللي هي الطاقه المثلى طبعا ديت اللي هي بتبقى موجوده في الكتالوج بتاعه المصنع نفسه، بيقول لك مثلا لما اجي انتج المكنه ديت هتنتج لي كام واحده مثلا في السنه، بس مش هتعتبر انت مش هتعتبر الكميه ديت لان هو بيعتبر لك في السنه من غير ما تقف، من غير ما صيانه، ما فيش اجازات وكده. انت بتشوف البراكتيكال كاباستي، براكتيكال كاباستي اللي هي الطاقه اللي هي بنشوفها بقى اللي الفعليه المفروض تكون. فبالتالي احنا بنشوف بتاخد في اعتبارها اجازات الاعياد، لو في شت داون بيتم، لو في مينتنس بيتم، حاجه زي كده. طبعا على هذا الاساس بنبدا نقارن الفعلي مع البراكتيكال كاباستي. طيب احنا بنشوف ساعات بنشوف حاجه اسمها الطاقه الغير مستغله او السبولج. طيب السبولج دوت بيبقى فيه نسبه متعارف عليها 2% 3% على حسب برضو، وموجود دي برضو بتكون موجوده في الكتالوج بتاعت المصنع. تمام، بتكون موجوده في الكتالوج بتاعت المصنع اللي هو صنع المكنه، يقول لك ديت السبولج برسنتج اللي موجوده فيها بتبقى مثلا 2%، بتبقى 3%. فانت بتشوف الويست بتاع 2% 3%، لو هي نسبه الويستج اكبر من كده يبقى ذس اب نورمال، يبقى لازم نعمل فيه انفستيجيشن. هل انفستيجيشن بسبب موظفين ولا بسبب مكنه ولا بسبب ايه؟ دي لازم يكون انفستيجيشن، لان هو الاب نورمال سبولج دي بيروح على البي اند ال على طول، بيروح كلوسز على طول، ملوش علاقه، ما بيبقاش من ضمن الكوست اوف جود سولد نهائيا يعني. تمام، فهي ديت الاوفر برودكت الديفكت لازم بناخد في اعتبارنا الستاندر كام برسنتج، وبنشوف لو هي ايه السبب نعمل انفستيجيشن في الابنورمال، ونشوف الان اوتلايز كاباسيتي. الان اوتلايز كاباسيتي سببها ايه؟ لان هي الان اوتلايز كاباسيتي بتسبب للشركه خسائر، بتسبب للشركه خسائر في البي ان دي في الاخر. ليه؟ لان هو بيبقى انا عندي تكاليف للكباسيتي ديت، بيبقى عندي تكاليف للكباسيتي بتاعت العماله بتاعت الفاكتوري اوفر هيد، كل دي بتبقى بالنسبه لي كوست، فيكس كوست. فبالتالي الفيكس كوست ديت لو انا ما استفدتش بالكباسيتي بتاعتي صح، فبالتالي دي هتبقى ايدل كباسيتي او الطاقه غير مستغله، وهتسبب في الاخر لوسز للشركه. تمام، انا برضو عايز اقول على حاجه برضو بالنسبه للاكسس كباسيتي الطاقه غير مستغله، هو ممكن تحصل بسبب الصيانه مش منسقه في الصيانه الدوريه بتاعتها، وفي سيجريشن، في فصل ما بين الديبارتمنتس كلها، وممكن تحصل بسبب التخطيط بتاع التخطيط طبقا للماتيريال ريكويرمنت بلاننج، الخامات اللي هو المفروض يجيبها ما نسقش صح والخامات برده ما جاتش صح، وممكن يحصل بسبب الاتش ار. ولما بقول الاتش ار يا مستر سامح يعني ايه، معظمهم يعني بيبقوا بنات، وطبعا انت عارف الشلل يعني، دايما بيعتمدوا على شركات اوت سورسز، والشركات الاوت سورس بتجيب عيال صغيره مش متدربه، فطبعا مهندس الانتاج كل شويه يعلم، فده بيبقى فيه ويست تايم. ويا شباب دايما الويست تايم مش بيكون ماتيريال بس، الويست الفاقد ده بيكون ماتيريال وبيكون عماله وبيكون تكاليف غير مباشره الثلاثه.
فحبيت برضو اوضح برضو النقطة دي. ما هي التاجر غير مستغله بيبقى زي ما انا وضحت، كنت هي الليبر والفاكتور اوفر هيد، لان طبعا بالنسبه لي لو ما استخدمش ما رفعتش كفاءه، كفاءه التيم بتاع البرودكشن والاوبريشن تيم صح، هيبقى في ويستش تايم ومفيش افشنسي، فلازم دي اللي احنا لازم نرفعها، ودي اللي احنا لازم التيم لازم يشتغل عليها. تمام. دايما كده لما مستر سامح معايا كده في المصنع بيقول انا عايز تكلفه المنتج مثلا الباونتي ده، بساله سؤال بي تو بي ولا بي تو سي؟ انا عايزك توضح لهم برضه يا مستر سامح حوار البي تو بي ده وحوار البي تو سي هيفرق ايه في التكلفه او في البرايسنج دلوقتي عامه. ما اقول لك يا مستر عبد الفتاح اديني البريك داون او الكومبوننت بتاعت الكوست كلها للبرودكت الفلاني او البرودكت اكس. ليه بقول لك كده؟ لان هي بتفرق معايا في التسعير، وديت من اهم مهام المحاسب التكاليف، ان هو لازم يكون عنده التقارير ديت على طول، يعني تقارير دوريه وابديتد معاه. ليه بقول كده؟ لان هو دلوقتي لما بتيجي انت تسعر لبزنس تو بزنس بتختلف عن تسعير من بزنس تو كونسيومر. ليه؟ لان هو انت ما بتبيع بزنس تو بزنس، هو طبعا انت بتبيع لشركه، فالشركه لازم تحط المارجن بتاعها في الاخر وهتبيع تاني للاند يوزر. طيب بزنس تو بزنس ليه بيبقى السعر اقل من ال ليه اقل من البيزنس تو كونسيومر؟ لان انت بيبقى عندك في انسنتيف بتديها للعميل، زي مثلا تقول له والله انت بتشوف الفاريبل كوست بتاعتك كام؟ هل انت بتشتغل اول فول كاباستي ولا اكسس كاباستي؟ دي هتفرق معاك. لو انت بتشغل فول كاباستي فبالتالي انت هتسعر فول كوست، مفيش فيها مشكله فول كوست لان انت فول كاباستي. لو اكس كاباستي انت بتشوف الفاريبل كوست بتاعتك وتحط عليها المارجن بتاعك، بتشوف الكونتريبيوشن مارجن بتاعك وتحط عليه البرسنتج اللي انت عايز تحطها كتكاليف وكبروفيت. طيب ليه بيزنس تو بيزنس بيبقى اقل؟ علشان انت بتدي ككميات خاص للعميل، لو بتدي له او بتدي له كريدت نوت، لو بتدي له ديسكاونت، او بتدي له في حاجه اسمها السعر المتدرج، اللي هو انت بتقول له والله لو انت خد اول شهر ب 5000 او عديت ال 5000 الكميه اللي فوق ال 5000 قبل نهايه الشهر هديك عليها ديسكاونت، السعر هيبقى فلاني، السعر اللي مثلا بدل 100 هيبقى مثلا السعر 90. فانت بتدي له انسنتيف ان هو يسحب كتير، وكل ما بيبيع كتير انت عندك بتقلل الفيكس كوست باليوم بتقل، فديت اللي هي الفيكس كوست باليونت بتقل معاك، فديت اللي انت لازم بتاخدها في الاعتبار في تسعير بيزنس تو بيزنس. طيب تاني حاجه في السعر المتدرج، انت بتبقى عندك في حاجه اسمها كوتا، لو العميل ده سحب منك كميه كبيره انا هديك خصم كميه مثلا 10% من الكميه ديت، او هديك خصم كميه 10% من الكميه او 5% او 2% او كميه محدده اديشن غير الكميه اللي انت هتاخدها. فبيبقى انت بتديله انسنتيف ان هو يسحب كميه اكبر. طيب بزنس تو كونسيومر بتبقى انت بقى بتاخدها في عروض، لو هي عروض موسميه مثلا بتاخدها في الاعتبار لو انت بتعمل ديسكاونت او بتعمل عروض ترويجيه او كده، فالسعر طبعا بيختلف على عن بزنس تو بزنس. تمام يا فندم. طيب انا لما بقعد طبعا مع مستر سامح بيقول لي مثلا عايزين التكلفه دي بي تو سي، تمام، بعمل حاجه اسمها اصدار امر انتاج. بعمل اصدار امر انتاج وطبعا طبقا بالتنسيق مع اداره التخطيط، او انا بمثل اداره تكاليف واداره التخطيط. اصدار امر الانتاج ده بيبقى يكون حاجتين، يا اما ميك تو اوردر بناء على العميل، يا اما ميك تو ستوك بالبلدي كده. يعني انا النهارده كارفور قال لي عايز 100 كرتونه بيضه كندر او باونتي المنتج ده، ده بناء على ميك تو اوردر، بشتغل هناك على بناء على العميل ده، بناء على الفاتوره اللي هيعملها الانفويس اللي هيعملها العميل. ميك تو ستوك قاعد مع الناس اللي مش سلك بتوع البيع، لا مفيش سلكان، خلينا بس معترفين بحاجه زي كده. بقعد معاهم بيدوني الخطه بالتنسيق مع كل الهيد اوف ديبارتمنتس كلها، ببدا بناء على الخطه دي بظبط اوامر الانتاج او السكادول بتاعي، وبعد كده بدي الجدول لمراقب الانتاج اللي شغال معايا. تمام؟ يعني معنى كده اصدار امر الانتاج بيتم بحاجتين، يا اما ميك تو اوردر يا اما ميك تو ستوك. طيب الترانزاكشن اللي بتحصل لاصدار امر انتاج عندي دايما عشان خاطر يطلع منتج تام زي ده زي حضراتكم شايفينه، لازما يحصل
ثلاث مراحل 3 ستيجز. اول مرحله بسميها المرحله اللي ملهاش مرحله، لسه الرو ماتيريال ما حصلش فيها اي حاجه. ادي اهو الكاكاو والزبده، طبعا احنا مدلعينكم يعني بيضه كندر وكاكاو وزبده وسكر والدنيا جميله يعني. دي اول مرحله الرو ماتيريال. ثاني مرحله هي مرحله الصياعه كلها، الويب او صاله التشغيل او الورشه. صاله الانتاج او صاله التشغيل او الورشه او المطعم زي ما تسموها، عندي بيبقى فيه مواد وعندي العماله وعندي اليوتيلتيز اللي هي الخدمات اللي هي الكهرباء. يعني معنى كده الحاجات اللي انا سحبتها دي اتحولت بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين، شوكولاته بني وشوكولاته بيضاء وبسكوت. محدش ياكل المنتج ده يا جماعه، طعمه مش حلو. ثالث مرحله هي مرحله المنتج التام. مرحله المنتج التام بعد كده بيتم عمليه البيع. الكوكز هنا تكلفه المبيعات بتزيد وهناخدها بالتفصيل، والانفيدوري كفينش جود بيقل. تمام. طيب طب معلش يا مستر، نرجع بس للسلايد ده. طبعا السلايد دوت هو جاست بريف عن السايكل اللي بتتم في الاوبريشن او في البرودكشن، ولكن هو طبعا في الار بي او في الواقع العملي احنا كمحاسبين كده. الصوت واضح تمام؟ الصوت تمام كده فعلا. طيب دي جاست بريف عن السايكل اللي بتتم في البرودكشن من اول الرو ماتيريال لحد ما يطلع فينش جودز. طيب احنا كرو ماتيريال، هو طبعا ما بيجي البرودكشن بعد ما بيستلم الوير هاوس، بعد ما بيستلم الماتيريال ريكوست بيبدا الوير هاوس يعمل جي اي ان للبرودكشن. البرودكشن بيستلم الرو ماتيريال بيعمل لها اللوكيشن على الجوب اوردر. طبعا بيعملها لوكيشن على الجوب اوردر او على الورك اوردر. ما هو بيبقى تحت الجوب اوردر في حاجه اسمها ورك اوردر، ممكن تعمل كذا ورك اوردر في الدبليو اي بي تحت الجوب اوردر. يعني تحت الجوب اوردر. فتح لك برضو حاجه عمليه برضو عن اصدار اوامر الانتاج عشان تكون اكتشوال للناس. اهو انت حضرتك قلت حساب الرو ماتيريال لما يتم عمليه الشراء اللي بيعملها المحاسب المالي من حساب الرو ماتيريال لحساب الكاش، وبعد كده بيتم سحب اهو. لحظه واحده يا شباب. يتم سحبه اهو للحساب الويب للرو ماتيريال. حضرتك تدوس ده يا فندم اللي هو محاسب التكاليف اللي بيتم العمليه دي. دي ترانزاكشن. طبعا بس هو المحاسب التكاليف عنده كنترول وعنده معرفه بالسايكل ديت 100%. لان طبعا بس لكن الالوكيشن الريسورس دي بنقصد بيها الدايركت ليبر العماله وزائد الفاكتور اوفر هيد. طيب كبرودكشن لما بيجي يعمل لوكيشن بيعمل لوكيشن بتاع في حاجه اسمها خاصه بالاي ار بي كاستمر اوردر. الكاستمر اوردر او الجوب اوردر بيبقى تحت ورك اوردر. الورك اوردر ده اللي هو البروسيس اللي موجود تحت الدبليو اي بي. يعني انا تحت الورك اوردر تحت الجوب اوردر ديت انا عندي خمس منتجات، كل منتج ممكن يعمل ورك اوردر. يبقى انا اعمل الوكيت للرو ماتيريال تحت المنتج الفلاني او الورك اوردر واحد، فبالتالي هو بيحط الماتيريال زائد الريسورسز بيعمل الوكيشن كاكشوال رو ماتيريال واكشوال ليبر هاورز واكشوال ماشين هاورز او ليبر هاورز الخاصه بالفاكتوري اوفر هيد. تمام. فديت لازم عليها كنترول علشان بعد كده. نقطه مهمه جدا جدا جدا، محاسب التكاليف لازم يكون عنده بريك داون بالدبليو اي بي، مبلغ الدبليو اي بي في تي بي، مش مجرد كرقم. لازم يكون عنده الدبليو اي بي ده خاص باي جوب اوردر، خاص باي ورك اوردر. هل الجوب اوردر ده خلص ولا لا، ما خلصش ولا لا. عنده علم بعد كده عشان يبقى ايه الموجود لسه ما تفوترش، ايه الموجود لسه ما تعملوش دليفري. يبقى هو عنده بريك داون بالدبليو اي بي، مش مجرد رقم. في حاجه برضه مستر سامح، كل حاجه بتحصل وعلى هذا الاساس الدبليو اي بي يا استاذ فتاح. حضرتك سامعني كده تمام يا فندم؟ وعلى هذا الاساس الدبليو اي بي اللي بيتم بقى بعد كده بيروح قافل كبرودكشن، ولكن الجوب الورك اوردر ده تم تحت الشوب اوردر. فعلى هذا الاساس بيبدا يروح يعمل كلوز للورك اوردر. مجرد ما بيعمل كلوز للورك اوردر ما بيقدرش يحمي عليه اي تكاليف ولا اي ماتيريال تاني،
وبيبدا يعمل ترانسفير من الدبليو اي بي للفينش جودز انفنتوري. طبعا بس المرحله دي بيكون فيها كيو سي، يعني بيعمل انسبكشن وبعد كده بتتم الحركه. طب ما بيعمل ترانسفير هو كبرودكشن، يعمل ترانسفير للاف جي، الاف جي او الوير هاوس بيستلم الماتيريال، بيستلم الاف جي، والسيستم سيستماتيك بيروح عامل قيد ديبت للاف جي انفنتوري وقيد الدبليو اي بي. اوضح بس في النقطه دي برضه لو سمحت نقطه بسيطه بس اللي حضرتك بتتكلم عليه. بص يا شباب، اي حركه بتتم بتاثر في دليل الحسابات او الشبكه، اذا كانت ليفل او ان ليفل زي مثلا قول مستر سامح ذكر اللي هو اشترى خامات، محاسب المالي بيسجل الترانزاكشن اهو طبقا الاستلام بتاعه. تاني مرحله المحاسب التكاليف الورك ان بروسيس، بيسحب مواد او عماله او اوفر هيد، وبعد كده لما بيجي يحول الحاجات دي من الويب لمرحله تحت تشغيل للفينش جود بيحصل الاوت لاينز دي اللي تبقى موجوده في شجره الحسابات. تمام كده مستر سامح؟ عشان بس الناس بتستفسر في الشات. هو الاستاذ فتح بيعمل كونفجريشن، يعني ازاي لما نعمل ترانزاكشن في السايكل بتاع الاوبريشن ازاي بيتاثر في التي بي معايا. في حد بيسال سؤال، انا النهارده فريش هبدا ازاي تكاليف؟ بصوا يا شباب، نصيحه طبعا يعني من اخوكم، ما ينفعش اول ما تطلع تشتغل محاسب تكاليف وانت مش عارف يعني ايه مدين وداين. لو انت عندك خلفيه عن ترانزاكشن مدين وداين والقيود ابدا اشتغل تكاليف. ما عندكش ترانزاكشن دي ابدا اتمرمط سنه كمحاسب مالي ويكون عندك خلفيه من اول ما بسجل القيد يوصل للليدجر يوصل للترايل بالانس ميزان المراجعه الادجستمنت الستيتمنتس شكلها بيبقى عامل ازاي، بعد كده ابدا اشتغل محاسب تكاليف. ولازم يكون عندك خلفيه عن الاكسل بتكون قويه جدا 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 جدا. طيب مستر سامح، حضرتك قلت برضو نقطه الام ار بي اللي انا باجي اطلب خاماتي، حضرتك برضو كلمنا برضو عن البرزنتيشن اللي خاصه الام ار بي بجزئيتين، لو هي بناء على العميل ميك تو اوردر او بناء على قطاع البيع ميك تو ستوك. اتفضل يا فندم. اللي هي ميك تو اوردر، خلاص بقى انت ما تعمل الوكيشن، مش هتعمل الوكيشن على على البروسيس كامله، لان انت مش هتعمل على الورك اوردر، مش هتعمل على الاوردر بقى خلاص، لان انت لما بتستخدم بروسيس كوستنج فانت بتعمل الوكيشن على كوستنج على الكميات اللي انت بيبقى عندك. في حاجه اسمها ريسبي، الريسبي ديت انت بالاخر بتقارن الاوت بوت كوانتيتي الاف جي مع المفروض تكون، يعني مع الريسبي المفروض مثلا تحقق لي، لو انا انتجت بالرو ماتيريال اللي استخدمتها مع ريسبي المفروض تحقق لي مثلا فوركاست مثلا 1000 كميه مثلا 1000 متر مكعب مثلا من اي منتج يعني على سبيل المثال. طيب ولكن الاكشوال جه 900، ليه 900؟ فيبقى مثلا دي في انفستيجيشن، لان انا مثلا بستخدم بروسيس كوستنج مش ما بعملش الوكيشن على الكاستمر اوردر او الشوب اوردر، ولكن هو كجوب اوردر هو لازم انت تعمل الوكيشن على الكاستمر اوردر عشان تشوف انت الجوب ديت او الكاستمر اوردر ده او المشروع ده انت كسبت منه ولا ما كسبتش منه. زي ما انا قلت برضو قبل كده وضحت لحضراتكم ان لازم يكون في استيميشن وفي اكشوال، عشان اشوف الويك بوينت، الويك بوينت عند الاستيميشن تيم ولا الويك بوينت عند البرودكشن تيم. انا حابب برضو اوضحها برضو يا بروف بحاله عمليه كده برضو عشان نقرب برضو الافكار للناس، عشان جميل. في ناس لسه فريش جرادويتد برضو. بصوا يا شباب، انا عندي النهارده لما اجي اطلب الخامات بتاعتي طبقا للخطه، اداره التخطيط تحت اداره السبلاي تشين بتقول لك كده الماستر برودكشن بتاعي، الجدول بتاعي بتاع الانتاج، هنحتاج خامات ايه طبقا للفتره اللي جايه؟ هنحتاج خامات ايه طبقا للفتره اللي جايه؟ طيب وايه المفروض انا اشتري؟ ناخدها كده حاجه عمليه، مثلا البيضه الكندر دي احتاج 1000 كرتونه، هعمل ام ار بي ازاي؟ اول حاجه بنزل الخطه بتاعتي، سي مثلا عايز البيضه الكندر دي عايز 500، عايز الويفر، للاسف انا ما عنديش ويفر في هنا، المره الجايه بيكون ويفر، عايز 300 كرتون. انت كدار التخطيط مطلوب منك او كدار التكاليف على حسب الاستراكشر بتاع الشركه احتاج خامات ايه. اول حاجه بنزل كل الخامات بتاعتي باسماء المنتجات التام زي ما حضرتك شايفين كده، وبشوف الكومبوننتس او البميه ايه. بناء على الكلام ده انا بشوف الكونسمشن بتاعي زي كده، احنا قلنا 300 و400،
بناء على البومية اللي انا خدتها 300 و400 انا احتاج الحاجه دي، احتاج الحشوه قد ايه والبسكوت قد ايه والرول قد ايه. لو جيت رجعت باك هنا وعملت بلانينج 1000 وهنا مثلا 800 بيضه كندر، هيغير الكونسومشن بتاعي زي ما حضراتكم شايفين 1000 وادي ال 800 اهو، وهيغير شكل الكونسومشن بتاعي بناء على اللي انا بدخله. فمهم جدا جدا يا شباب، لو انت مش عندك اي ار بي سيستم انجريشن بيعمل ربط، ما عندكش مديول خاص بالتخطيط، حضرتك انت ممكن تعمله بطريقه اكسل، ما توقفش الدنيا عشان خاطر السايكل كلها تطلع صح. انا برضو حبيت برضو استاذ احمد طبعا مستر سامح، واعطينا برضو ايه حاجه عمليه يا عن جميل ما شاء الام ار الله يا بي. مستر. واهم حاجه طبعا انقص اي اون هاند موجود عندي في المخزن، رصيد اخر المده اللي عندي في المخزن بيدخل، او لو في بي او بضاعه جايه في الطريق برضو انقص نفس الموضوع ده. ده شرحت باستفاضه وحاجه عمليه برضو عن الام ار بي. اتفضل طيب انا عايز اوضح برضو حاجه هنا يا فندم. للشباب في السلايد بتاع الام ار بي طبعا، بس كسايكل لاصدقائنا. الكاستمر اوردر دي زي ما اتفقنا اللي هو ممكن نسميه كاستمر اوردر، وممكن نسميه جوب اوردر، وممكن نسميه سيلز اوردر. هو بيبقى عباره عن بيبقى فيه بيل اوف كوانتيتي للمشروع يعني، تمام. طبعا لما بنتفق مع العميل وخلاص انت وصلت معاه الكاستمر اوردر وخلصت الديل معاه، انت بتبدا عندك بقى تبدا تمشي في السايكل في السيستم، ان تعمل كريت سيلز اوردر وبعدين سيلز اوردر، وبعدين بتعمل كريت جوب اوردر في البرودكشن، وتبدا تعمل كريت الورك اوردر. طيب ولكن قبل ما تعمل الكاستمر اوردر، انت بيكون عامل استيميشن او فوركاست للمشروع دوت او الكاستمر اوردر دوت هيتكلف كام على الديزاين وعلى الدروينج الخاص بيه، هيتكلف هي هتحتاج قد ايه كميات ريسورسز. لما اقول ريسورسز يعني ايه مان باور كوست، وايه الفاكتور اوفر هيد كوست او اي اديشنال كوست يعني. فبالتالي ديت بناخدها في الاعتبار، عشان بعد كده مهم جدا جدا لمحاسب التكاليف ان هو لازم يعمل بريزنت للتقرير دوت، يشوف هل المشروع دوت او الكاستم اوردر دوت بروفيتابل ولا مش بروفيتابل. وزي ما اتفقنا وقلنا هيبقى فيه حته الويك بوينت دي، بس حبيت اوضحها لكم قبل ما نوصل للاف جي يعني. دي يعني انت بتخلص لحد ما تير ريكويرمنتس بلاننج، بعدين بقى بتبدا بتشتري البرشيز اوردر وبتعمل الورك اوردر، وبعدين بتقفل الورك اوردر بتحوله لاف جي، وبعدين بتبدا تعمل بعد الاف جي بتعمل ديليفري. ولكن هو محاسب التكاليف في اي وقت لازم يشوف التكاليف الفعليه مقارنه بالتكاليف بتاعت البادجت، هل هي المشروع مثلا بنسبه او قسم اوردر بنسبه مثلا تم انت فوترت بنسبه 60% ولكن التكلفه بقى بنسبه 90%، هل كده ان ممكن بعد كده التكلفه الفعليه هتعدي البادجت؟ فلازم يكون عليه كنترول قبل ما المشروع ينتهي مش بعد ما المشروع ينتهي. تمام. انا برضو حابب برضو اضيف نقطه مهمه جدا. لما اجي بعمل اصدار عمر انتاج كل الترانزاكشن اللي بتحصل، بيجي مستر سامح سعيد بيقول لي بقى يا عم الحاج كل الفتره الترانزاكشن اللي بتحصل بتاع اصدار امر انتاج دي اتفضل هات لي الكوكز بتاعك. طبعا في المرحله بتاعت الكوكز دي بيبقى في تكلفه المبيعات، بيبقى في ضرب نار في المصنع، عايزين تكلفه المبيعات عشان خاطر نعمل ايه الميزانيه بتاعتنا عشان خاطر تعتمد وكده. طيب اول حاجه انا بجيب البيجيننج بتاعي اللي هو رصيد اول بلس زائد اللي انا اشتريته ماينس مخزون اخر المده يديني دايركت ماتيريال يوز المواد المستعمله. تمام كده؟ تمام. ليه؟ انا عندي هنا في اي مصنع عندي مواد عماله تكاليف غير مباشره. تاني حاجه بجيب المواد المستخدمه دي بضيف عليها العماله الليبر، بضيف عليها التكاليف الغير مباشره، يديني التوتال مانوفاكتشنج او البرودكت كوست بتاعي. بس كده لا، انا عندي تحت التشغيل، مش انا قلت لكم لما انا انتجت الشوكولاته دي اللي تحت التشغيل ممكن يكون عندي رصيد منها الشوكولاته البني او البيضه. تمام. باخد الويب رصيد اول بلس التوتال مانوفاكتشنج ماينس الاخر المده يديني حاجه اسمها الكوب. ودايما في اسئله الانترفيو خليك صايع كده، هديكم برضو بعض الاسئله الانترفيو بعد ما بعمل بعد البرزنتيشن اللي انا عملها لكم. طيب انا عندي منتج تام هسيبه؟ لا طبعا، اخش في تقرير الكوبز المنتج التام، بعد كده
ماينس بلس الكوجم اللي انا جبتها، بعد كده ناقص المخزون اخر المده يديني الكوجز. واحترم قوي مدير التكاليف والتخطيط الكوجز عنده تكون مظبوطه، لانه يعني على طول بياخد عينات من المخزن وبينزل بيتابع في صاله الانتاج. هنا في ناس كتير بتقول لي بقى انا بروح انترفيو، ايه الاسئله اللي المفروض افهمها مش احفظها؟ لو انت عشت في دور الصايع وجبت على اليوتيوب اسئله التكاليف وحافظها هتدخل تتوه، بالذات التكاليف، بالذات التكاليف. ما تعودش نفسك تشغل دماغك وتروح لحد في مصنع تقول انا اشتغلت في مصنع قبل كده، هيتوهك. فانت خليك دايما صريح كده. طيب انت النهارده المفروض ايه؟ اول حاجه تبقى عارف موضوع الانفنتوري، الانفنتوري بتاعك. طيب زي مثلا الشكل ده، طب انا بعرف اعمل كنترول على الانفنتوري وعارف يعني ايه خامات وتحت التشغيل ومنتج تام وازاي اعمل كارت صنف، والكارت صنف ده بيبقى ليه تحليلي زي ما حضراتكم شايفين كده، ابقى عارف الاساس ذات نفسها الدنيا ماشيه ازاي. تاني حاجه يكون مستواي يكون ادفانس اكسل. والنهارده واحد يقول لي انا ادفانس اكسل، اقول له مش كفايه، اتعلم الباور بي اي، اتعلم الباور بي اي برضه. ونفس الوقت برضه اعمل اكونت على اودو اي ار بي سيستم وابدا اشتغل، جمع داتا ودخلها على السيستم. انت النهارده اي حد بيدخل لي محتاج اي حاجه انا تحت امره، ما بخلش على حد بحاجه، اسال الناس التقيله. عندك مستر سامح ده انا لحد النهارده بتصل بيه على التليفون بتعلم منه، اذا كان شخصيا او اذا كان علميا. مستر سامح، مستر تامر محمد، لا يا فندم بتعلم منك يا استاذ فتاح والله حبيبي، مستر استاذ، مستر تامر محمد، مستر مصطفى، مستر احمد عزت، مستر معتز، مستر محمد ابو بكر، الناس دي كلها استاذ. ادخل على اي حد لو كنت تعرف على الناس دي وهتساعدك من غير اي مقابل. تمام. تاني حاجه انك انت تعرف تطلع كوست بير يونت، على الاقل يبقى عندك النولج الكوست بير يونت دي عباره عن ايه. مهم جدا يا شباب انك انت تطور نفسك، واعمل كده صوت اناليس، اعمل تحديد نقاط قوه وضعف، وطور من نفسك انا ضعيف في ايه وابدا اشتغل عليه. اتكلمنا عن الكوجز في المانوفاكتشرنج، نتكلم برضه عن الكوجز في الريتيل. طبعا الكوجز في الريتيل سهله جدا، هي بتبقى مجرد فينيش جود، يبقى انا عندي فينيش جود الرصيد اول زائد اللي انا اشتريته ماينس المخزون اخر المده بيديني الكوجز بتاعي في الريتيل. دي التقارير اللي انا بديها لمديري مستر سامح، بيمثل مديري، بديها له بقول له اتفضل يا فندم الكوجز بتاعتك، وبديله برضه مخزون اخر المده. كمل يا مستر سامح اتفضل. استاذنك يا مستر عبد، مستر عبد الفتاح ترجع لي بس السلايد اللي قبل كده، لا اللي قبل. اتفضل يا فندم. السلايد ده مهم جدا 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 لاي محاسب تكاليف او اي محاسب مالي او اي حد عايز لسه مبتدئ وعايز يفهم تكاليف. السلايد ده مهم جدا جدا، والسلايد دوت مهم جدا من ثلاث نواحي. اول حاجه وخاصه اللي بيدرسوا سي ام اي، السلايد ده بيجي له في اسئله الكوستنج عامه والانفنتوري، بيجي له يقول له اديني طلع لي الكوست اوف مانيفاكتشرنج كوست، او طلع لي التوتال كوست اوف جود مانيفاكتشر، او التوتال كوست اوف جود سولد. يحطوا له ثلاث ارقام ويقول له طلع لي مثلا التوتال مانيفاكتشرنج كوست، والتوتال مانيفاكتشرنج كوست بتختلف عن توتال جودز، توتال كوست اوف جود مانيفاكتشر بتختلف عن الكوست اوف جود سولد. فدي مهمه جدا جدا السلايد ده للناس اللي عايزه تتعلم حته التكاليف، وخاصه في الاسئله والاسئله وخاصه في التراكنج للكوست كمان. طيب هننتقل في الكوست اوف جود سولد، لازم يكون محاسب التكاليف عنده بريك داون للكوست اوف جود سولد. يعني هل هو مثلا الكوست اوف جود سولد اللي هو بيعرضه، لازم اللي هو بيعرضه بالبرودكت او بالورك اوردر او سوري بالجوب اوردر، بمعنى ان والله انا الكوست اوف جود سولد ديت الجوب اوردر الفلاني التوتال كوست بتاعتها كانت كذا، التوتال كوست بتاعتها في الجوب اوردر الثاني كانت كذا. طبعا علشان نبدا نطابق الكوست اوف جود سولد بعد كده مع الكوست اوف جود سولد البادجت اللي محطوطه الاستيميشن قبل التشغيل. طيب تاني حاجه الكوست اوف جود سولد دي بتعرفنا ايه الايدل كاباسيتي، او بتعرفنا ايه الطاقه الغير مستغله. يعني انت من عندك من اللوكيشن، من اللوكيشن كوست اللي انت عملتها اللوكيشن قد ايه، انت عملت لها اللوكيشن على الجوب اوردر وقد ايه ان اوتلايزد، فهتفضل عندك هتبين لك ايه الان اوتلايزد كوست والويك بوينت فين اللي انت لازم تحسنها
ودي هتتضح معانا بعد كده في البريك ايفن اناليسيس في اخر السلايد ان شاء الله. فديت مهمه جدا جدا لمحاسبين التكاليف، بالاضافه الى علشان برضو خاصه الانفنتوري، محاسب التكاليف لازم يكون عنده كنترول على الايجنج، على الانفنتوري ايجنج اللي هو الانفنتوري ايجنج اللي هو تقرير اعمار المخزون. لازم تقرير اعمار المخزون يبقى عنده كنترول عليه على الاقل كل شهر، يشوف المخزون اللي بقى من 0 ل 30، من 30 ل 60، من 60 ل 90، اللي فوق من 90 ل 120، بيبدا يشوف هو ليه اللي عشان يتجنب السلو موفينج انفنتوري، وبالتالي يتجنب المخزون الراكد وخساره على الشركه في الاخر. هو في حد بيسال برضه يا مستر سامح سؤال، بيسال الفرق ما بين يعني المانوفاكتشرنج والنان مانوفاكتشرنج، يعني ايه اللي بيتضاف للكوجز وايه اللي بيتضاف للمصاريف. انا اجاوب بعملي كده، اي حاجه بتضاف للكوجز تكلفه المبيعات بتدخل في المنتج ده. انت النهارده المواد بتدخل في المنتج يبقى دايركت ماتيريال، العامل بيدخل في المنتج يبقى دايركت ليبر، الكهرباء الميه بتاعت صاله الانتاج عشان تطلع المنتج ده بتدخل في التصنيع، تبقى تكاليف غير مباشره. ولكن الكهرباء والبوفيه بتاع رئيس مجلس الاداره لا، دي بتبقى نان مانوفاكتشرنج غير صناعيه، بتبقى مصاريف. اي حاجه يا جماعه بتدخل في المنتج ده بتبقى تصنيع، اي حاجه ما بتضافش يعني ما بتبقاش تصنيع. وطبعا انت لازم تعمل بيهيفير لكل حاجه. يعني ايه بيهيفير؟ سلوك، دي ثابته ولا متغيره ولا مختلطه، تبدا تفصلها طبعا لو مختلطه. وفي نفس الوقت انك تعمل حاجه اسمها كلاسيفيكيشن، انك انت تقول ده تصنيع ولا مش تصنيع. انا برضو حبيت برضو اوضح واجاوب على السؤال. ناخد اسئله بس يا مستر سامح بعد اذنك للناس، ماشي يا فندم، حضرتك برضو تبقى تشارك برضو معايا. في استاذ علي غريب بيقول المنشآت التجاريه ازاي؟ ممكن حضرتك توضح سؤالك استاذ علي، يعني ايه المنشآت التجاريه ازاي بخصوص يا فندم؟ مصرف تشغيلية. طب هو بيتكلم عامة على شكل قائمة الدخل مستر سيد السلايد ده. تمام. طب ايوه السلايد ده. طيب هو عامة المنشآت التجارية بيبقى عندها منتج تام بس، يعني هي بتشتري المنتج طيب التام ده، واحد سياسات تسعير بتحط عليها البروفيت او المارك اب بتاعها وتضطر تبيعه. فعندي تكلفة المبيعات بيقول رصيد اول المنتج التام ده الباونتي ده بلس اللي انا اشتريته ناقص الاون هاند اللي هو على ارض الواقع مخزون اخر المده، بيديني الكوجز بتاعها وشكل الايضاح بتاع الكوجز اهو وشكله كقائمه تكاليف. طيب طب ادينا اوضح الخاص زميلنا اللي بيسال بخصوص المصاريف التشغيليه في المنشات التجاريه. المصاريف التشغيليه زي مثلا الكهرباء لو هو بيوزعها، او الحاجات اللي بتبقى قامن بين البرودكشن وبين الادمن او الجي ان دي ايه، هو بيشوف الكهرباء مثلا قد ايه نسبه الشير من فاتوره الكهرباء. طبعا هي فاتوره الكهرباء بتيجي اجماليه، ولكن نسبه الشير قد ايه من الاداره، يعني الاداره مثلا حجم الاداره وتسليك الاداره اكس. طيب لو هي 10% 20% 30% بيبقى فيه، تيجي فاتوره الكهرباء بتعمل لها اللوكيشن بالنسبه من المشروعات يا مستر سامي، من اداره المشروعات اللي هي فندم، اداره المشروعات، اداره الصيانه والمشروعات. ما هي بتبقى اداره الاوبريشن، يعني احنا مثلا بنشوف مع اداره الاوبريشن مع الاداره الماليه مع المدير المالي، فبيشوف مثلا ايه البرسنتج اوف اللوكيشن اللي بتتم بين الدايركت كوست وبين الجي ان دي او البيريود كوست. طيب ما بتشوف النسبه ديت، انت بتيجي في فاتوره الكهرباء بتوزعها، مثلا بتقول مثلا هيبقى مثلا جزء هيتحمل ككوست سنتر على الادمن وجزء هيتحمل على البرودكشن او الاوبريشن تيم الاوبريشن ديبارتمنت. فبالتالي انت لما تيجي تعمل الوكيشن للكوست ديت، انت هتختار بالكوست سنتر، انت هتختار الكوست سنتر بتاع المينتنانس والبرودكشن وكده، ودي بالنسبه لك هتبقى دايركت كوست. فالكوست سنتر مهم جدا جدا، ودي اللي بتشتغل على اساسه عشان تعمل الوكيشن. تمام يا مستر سيد، تمام جدا. نخش على حته الستيتمنتس. طبعا موضوع حته الستيتمنتس دي تكلفه المبيعات يديها ل
المدير المالي بتلغي حاجه اسمها ابزوربشن طبقا للجاب، وفي الفاريبل طبعا الموضوع كبير جدا مش هنخش فيه، بس انا جبت لكم سلايز. الابزوربشن ده طبقا للجاب بحط عندي المواد والعماله والتكاليف غير مباشره، سوري تكاليف غير مباشره كلها اذا كانت متغيره او اذا كانت ثابته. اما الفاريبل هي اسمها متغيره فقط، بحط المواد والعماله والتكاليف المتغيره بس. وفي كمان قايمه اسمها سوبر فاريبل او ثرو بوت كوستنج، بحط المواد بس. تمام، انا برضو حبيت برضو السلايس، بس مش هندخل في التفاصيل ان ده محتاج ورشه كامله. طيب بالنسبه بقى لحضرتك كمدير مالي يا مستر سامي، بالنسبه للستمنتس بتاعتي، احنا قلنا طيب مطلوب من بقى مدير التكاليف رصيد اخر المده في بالانس شيت، والانكم في انه الكوبس. بالنسبه بقى لباقي التقارير، اتفضل يا فندم. طيب معلش يا مستر عبد الفتاح، هستأذنك بس في السلايد اللي فات. حاضر مستر سامي، عنده ضمير بسم الله ما شاء الله، نقعد للصبح. لا لا مش خلاص مستر يا عم، سامي، اتفضل. السلايد ده مهم. الابزوربشن كوستنج ديت بتبقى في الاكسترنال ريبورت، في التقارير البي اند ال اللي بتصدر في الاكسترنال اوديت وكده، والبرزنتيشن. والفاريبل كوستنج بتظهر في المانجمنت ريبورت، يعني التقارير الداخليه، وتشوف اداء الشركه في التكاليف. طيب هنا في حاجه زي ما الاستاذ عبد الفتاح وضح، اللي هو الاستاذ عبد الفتاح موضح كل حاجه، الفاريبل والفيكسد دي، عشان مهمه جدا جدا في التسعير، ومهمه جدا لما تاخد قرار في لو انت هتشتغل فول كاباستي او اكسس كاباستي، وايه انت عمل لها ان الوكي، يعني مش ان الوكيشن، اللي انت ممكن ما تاخدهاش في الاعتبار في التسعير في بعض المشاريع او بعض الكاستمر اوردر يعني. طيب في حاجتين هنا لازم برضو، دي بتبقى اسئله لمحاسبين تكاليف خاصه. في حاجه اسمها برايم كوست، وفي حاجه اسمها كونفرجن كوست. برايم كوست اللي هي بنسميها فقط الدايركت ماتيريال زائد الدايركت ليبر. الكونفرجن كوست اللي هي بتبقى دايركت ليبر زائد الفاكتور اوفر هيد. دي بس توضيح يا استاذ فتاح، اشكرك جزيلا يا فندم. تمام جدا يا فندم. وفعلا زي ما حضرتك قلت، طبعا موضوع البيهيفير السلوك بتاع التكاليف ده مهم جدا، بالذات في عمليه التسعير، عشان تبقى طرق قديمه جدا لو انا ما عملتش السلوك ولا اعرف اطلع السلايز اللي هو بتاع البريك ايفن بوينت اللي هو النقطه بتاعي. طيب حضرتك طبعا مطلوب مني انا اللي انا تحت اداره حضرتك بالنسبه للبالانس شيت الاندنج انفنتوري، طبعا على حسب السياسه فيرست ولا الافريج، والانكم بالنسبه للكوكس. طيب بالنسبه لباقي القوائم الماليه، ايه اهميتها بالنسبه لحضرتك كمدير مالي؟ طبعا دي بقى الاوت بوت بقى، يعني نشوف احنا الشغل بتاع محاسب التكاليف برودكشن وكل التيم ده بالنسبه له في الاخر ايه، دي الاوت بوت بقى بتاع، يعني ايه الاوت بوت بتاع الشركه في الاخر بعد السايكل بتاعت البرشيز والبرودكشن والسيلز والفاينانس وكل الديبارتمنتس دي الاوت بوت. فطبعا الكوستنج دي اللي احنا شرحناها كلها دي بتيجي في الاوت بوت في الكوجز في الاخر، بتقص معانا في الكوجز طبعا. والريفينيو ده اللي هو الكاستمر اوردر اللي بيكون، او البيل اوف كوانتيتي والفاليو بتكون موجوده في الكاستمر اوردر، ودي اللي بتبين ارباح وخسائر الشركه في فتره معينه، وديت اللي بتبين اداء الشركه دي كانكم ستيتمنت. اللي بتروح من الانكم ستيتمنت اللي بتروح للبالانس شيت بتبقى هي ايه، النت انكم دي اللي بتترحل على تحت الاونر اكويتي كلوزر كلوز، فديت بتبقى في البالانس شيت. البند اللي متعلق في البالانس شيت اندنج انفنتوري دي اللي بيكون موجود في الكرنت اسيتس، وده بند مهم جدا، واللي هو برضو محاسب تكاليف عنده كنترول كتير وجامد عليه عشان نتجنب اي سلو موفينج ايتم عليه او اي مخزون راكد، والمخزون برضو ما يبقاش كبير عشان ده بيبقى انفست فيه، والانفست دوت هل انت عندك كاش ممكن تعمل انفست في الانفنتوري، ولكن هي هتقابلك ان انت عندك ديفيسيت في الكاش فلو، فبالتالي هي بتبقى مدير المالي كاداره راس المال العامل، كان هو ككوليكشن من الكاستمر يرجع مع النيجوشيشن مع السبلاير على قد ما بيقدر ان هو يعمل تمديد لفتره السداد، وفبالتالي هيبقى يعمل مانجينج للكاش فلو في بنود البالانس شيت، بنود اداره راس المال العام. طبعا كل ده بيأثر معايا النتيجه النهائيه، بتبصر معايا في الايه، في الكاش فلو ستيتمنت اللي تبين
الكاش فلو فروم اوبريتنج انكم اوبريتنج اكتيفيتي، والكاش فلو فروم انفستنج، والكاش فلو فروم فاينانس. انا برضو يا شباب برضو حابب اوضح برضو من اهم برضو التقارير اللي لازم يعملها برضو مدير التكاليف حاجه اسمها نقطه التعادل. ازاي اعرف انا مفروض انتج وابيع قد ايه عشان خاطر اغطي التكاليف بتاعتي اذا كانت صناعيه او اذا كانت غير صناعيه، واسمها بريك ايفن بوينت او تارجت بريك ايفن بوينت. استاذ برضو مستر سامح كده، محاسب التكاليف الصويه لما بيجي يعمل عمليه التكلفه بيعملها بالشكل ده كده زي ما واضح قدام حضراتكم، وبيربطها ببريك ايفن بوينت، المفروض انتج قد ايه عشان خاطر يطلع النت بتاعي زيرو. فطبعا المعادله هنا موضحه اللي انا بجيب كل الفيكس كوست اذا كانت صناعيه او غير صناعيه، التكاليف الثابته بتاعتي ديفايد على سعر البيع ماينس سعر الفاريبل كوست. طيب بجيب المتوسط بتاع سعر البيع بمعادله اسمها سب توتال، بجيب متوسط سعر الفاريبل معادله سب توتال عشان خاطر الموضوع بيبقى بسيط جدا جدا جدا. وممكن المعادله دي بنقول الفيكس كوست ديفايد على الكونتريبيوشن. الكونتريبيوشن دايما يا شباب بنقول السعر البيع ماينس التكلفه المتغيره، ودي برضو اكزامبل كده على البريك ايفن بوينت. تحب برضو توضح حاجه طبعا يا مستر سامح؟ احب اوضح هنا اللي كنت انا اتكلمت في، كان مستر عبد الفتاح عرضت البرزنتيشن اللي كان فيه ابزوربشن كوستنج، وكل ما كان فيه فاريبل كوستنج كان موضح دايركت ماتيريال ودايركت ليبر والفاكت الفاريبل فاكت اوفر هيد والداير والفيكسد فاكت اوفر هيد والفاريبل سيلينج اند ماركتنج والفيكسد جي ان دي والفيكسد سيلز ماركتنج. دول كلهم مهمين جدا في تحليل البريك ايفن اناليس. تيجي الاداره تقول لك والله احنا وضع الشركه دلوقتي انت عامل مثلا بريك ايفن، يعني انت مش محقق خسائر او مش محقق ارباح، فطبعا لا احنا عايزين نحقق ارباح الفتره اللي جايه، مثلا لسه شهر على السنه، شهرين على السنه، ثلاث شهور على السنه، خمس شهور على السنه. يقول لك لا انا عايز التارجت بتاعي ان انا احقق مثلا 2 مليون 3 مليون 4 مليون. فبالتالي عشان انت تحقق التارجت او البروبوزر بتاع التوب مانجمنت في النت قد ايه علشان احقق التارجت، يبقى ما هحتاج مبيعات قد ايه ناقص المبيعات الحاليه، احتاج التارجت للفتره اللي جايه احقق مبيعات مبلغ كام او كميات كام. طيب ودي طبعا مهمه زي ما انا قلت قبل كده، قد تقل غير مستغله اللي هي هنا لو انت عندك تارجت مستغله وقال لك مثلا لا انا عايزك تحقق لي مثلا النت انكم، مش عايز تحقق خساره، عايزك تحقق لي نت انكم بريك ايفن، فانت لازم انت تشوف مع السيلز تيم ومع الاوبريشن تيم لايه اللي انت ممكن تحققه مبيعات عشان توصل للتارجت بتاع المانجمنت. طيب في البريك ايفن اناليسيس بقى مهمه جدا ان انت بتشوف انت عايز تحقق كام، سواء كميات سواء فاليو. ككميات زي الاستاذ عبد الفتاح ما تفضل وعرض دلوقتي، هو الحسبه بتاعتها انت بتشوف كل الفيكسد كوست جامع سواء دايركت كوست سواء نوت سواء بيريد كوست اللي هي السيلز ماركتنج والجي ان اي، كل الفيكسد كوست ديفايد باي كونتريبيوشن مارجن. الكونتريبيوشن مارجن بنسميه احنا هامش المساهم، هامش المساهم اللي هو عباره عن السيلينج برايس ناقص الفاريبل كوست، كل الفاريبل كوست الخاصه بالبرودكت ده او الخاصه بالفتره. فبالتالي على هذا تبدا انت تحسب الكميات اللي انا محتاجها قد ايه علشان انتجها او ابيعها في خلال الفتره اللي جايه عشان احقق البريك ايفن. طيب انا عايز اعرف، انا عايز احقق بدل الكميه، هي نفس المعادله بتاعت البريك ايفن اناليسيس بس، وتختار التوتال بتاخد في اعتبارك اول فيكس كوست في البسط، وفي المقام هيبقى كونتريبيوشن مارجن برسنتج، يعني اللي هي كنت بتحسب الكونتريبيوشن مارجن زي ما هي موجوده اللي هي سيلينج برايس ناقص الفاريبل كوست على السيلينج برايس، بتشوف انت الكونتريبيوشن مارجن برسنتج كام هتوصل للسيلز تارجتد ان انت عايز تحققه. طيب الاداره قالت لك انا عايز احقق 4 مليون في الوقت اللي في دلوقتي على الوضع الحالي، فانت بتاخد مع اعتبارك اول فيكس كوست بلس في البسط النت انكم الريكوايرد من المانجمنت، يعني الاول فيكس كوست لو احنا في اعتبارنا الاول فيكس كوست مليون ريال او مليون جنيه، بتاخد في اعتبارك انت عايز تحقق مثلا على سبيل المثال مليون جنيه كمان نت انكم، فانت بتبقى فوق البسط 2 مليون على الكونتريبيوشن مارجن
بير يونت لو انت عايز تشوف الكمية، تشوف الكميات اللي انت عايز تبيعها، او على الكونتريبيوشن مارجن برسنتج لو انت عايز تشوف الفاليو اللي انت محتاج تبيعه علشان تعمل اتشيف للتوب مانجمنت تارجت. ديت النقطة بس كنت بوضحها للشباب. ناخد برضو بعض الأسئلة كده مستر سامح. ماشي يا في فندم، حد اتفضل. بيسأل بيقول لو المصنع جديد لسه في مرحلة الار ان دي، تمام. ايه المعالجة بتاعته؟ بص انا هجاوبه من ناحية مثلا لو الكلام ده مصنع في السعودية برضو او في مصر، اي ار ان دي بيتحط مصروف، ارمي على المصروف على طول تحت بند جي ان دي اللي هو المصروفات العموميه والاداريه. اي ار ان دي، ولكن انت بدات لايف ارمي فيه تكلفه المبيعات. تمام مستر ابراهيم، ده اول سؤال. في برضو سؤال تاني برضو حد بيسال بيقول الشيف قال انا بنتج 100 علبه، تمام، وبعد كده اتفاجئ اللي هو بينتج 90 علبه. هنا بقى بيقول كده التكاليف الغير مباشره بتتغير والاجور، فارجو الافاده عشان ما يغيرش سعر البيع. يعني يقصد يعني الشيف ضحك عليه في حته الكباستي. بص انت لما تكون شغال مع شيف او مهندس انتاج عد صوابعك وراه، دول خمسه عدهم وراه على طول. فهو طبعا يعني دمار مستر سامح، حط سعر البيع غلط، يعني هو عمل تكلفه غلط اصلا، عمل تكلفه اوفر. تمام. طيب ادينا اوضح لزميلنا اللي كان بيقول ان انا لو انا مصنع جديد ازاي احسب التكاليف. تمام اول حاجه لو انت مصنع جديد بيكون معمول له بادجت، حتى لو هي بادجت من سكراتش بيكون موجود فيها كل الاعتبارات ديت. طبعا هو لو هو اول مره يتعمل انت بتكونش ما عندكش الهستري كوست او الهستري داتا اللي انت هتقدر تبني عليه، ولكن انت بتبدا بتشوف لو فاينانس ميجر والمانجمنت اكاونتنت او كوست اكاونتنت، فهو بيبدا يشوف يحط ايه الاستيميتد مع كل اداره طبعا. ولكن هو الاوبريشن مانجر هو طبعا لازم يديك الداتا اللي هو على حسب خبرته، على حسب خبرته والانتاج. هو لو ما ادكش الداتا على الاقل بنسبه 80% او 75% مظبوطه، يبقى فيها حاجه، في حاجه غلط يعني. وعلى هذا الاساس انت بتبدا بقى تبني، او بنشوف الشركات المنافسه، او الشركات المنافسه وخاصه لو هي مدرجه في البورصه بيبقى عندك انت الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتها، فبتبدا تبني الداتا دي عليه، او تبدا بتشوف ايه الاقرب او بيست استيميت للنشاط بتاعك والمصنع بتاعك وتبني عليه البادجت. طبعا ان شاء الله هيبقى في ورك شوب للبادجت، اللي هو انواع البادجت، الاستاتيك بادجت، فليكسبل بادجت، زيرو بيست بادجت، كل انواع البادجت هيبقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. ولكن ده البيز اللي بتبني عليه. دي حاجه. السؤال الثاني اللي هو بخصوص الشيف، كان الشيف بخصوص ضحك عليه في رئيس رحلة الكباستي، افتتاح. الشيف ضحك عليه في موضوع الكباستي الطاقة في الإنتاجية. الكباستي. الكباستي دلوقتي انت زي ما احنا كنا البراكتيكال كباستي بتبقى عندك وانت بتبقى عارفها، سواء انت بتشوفها من الكتالوج بتاعت المصنع، او بتشوفها من الاوبريشن مانجر او دايركتور، هو اللي بيقول لك البراكتيكال كاباسيتي ديت هتنتج كام متر مكعب، هتنتج كام حبه، هتنتج كام قطعه، هتنتج كام كذا. على هذا انت بتاخده بيست. وتاني حاجه انت بتاخد توقيعه عشان يبقى انت سيرتيفايد بالنسبه لك وحسبتك صح. انت كمحاسب تكاليف او كمدير مالي بناخد سيرتيفايد احنا موقعه عليها وتوقع عليها مثلا مديره، او مثلا جي ام، او مثلا السي او، على حسب طبيعته وعلى حسب كل شركه، ان انت يبقى دي عندك البراكتيكال كاباسيتي اللي بتمشي على اساسها بتقارن الاكشوال معاها، او بتقارن كتكلفه. لان طبعا ما بتيجي تعمل الكاباسيتي اللي هو بيديها لك ككميات، سواء قطعه سواء كميه سواء كده، فعلى هذا الاساس انت بتعمل بتشوف الريت بتاعك، الريت بتاع الفيكت اوفر هيد والحاجات دي كلها على البراكتيكال كاباسيتي وبتحدده. تمام. فديت مهمه جدا، لازم تاخد سيرتيفايد او يعني دوكيومنتس موثقه منه في الكيس ديت، عشان يبقى انت على الاقل مغطي نفسك في حاجه زي كده وانت حسبتك ماشي مظبوط. طبعا سنه مع سنه، لو انت شايف سنه مع سنه تبدا يعني تتضح لك الامور، هل هو كان مديها اكيورسي مثلا 90%؟ فاوكي
نسبة اكيورسي 70%، لا في جاب، نسبة اكيورسي 75%، فا اوكي. فانت مع الهوستري بتاع كل من سنة سنة بتبدأ انت بتتضح معاك الصورة اخطر يعني. دي بس كنت حابب اوضحها لزميلنا. حابب طبعا اشكر كل الناس اللي اهتمت وحضرت، وطبعا يعني بشكر جدا استاذي وصديقي مستر سامح، من الشخصيات اللي لا الواحد اشكرك يتشرف بيها جدا. واشكرك على البرزنتيشن، هو الكريدت كله بتاع البرزنتيشن الاستاذ عبد الفتاح لا طبعا ده تحت ومجهوده توجيه في حضرتك البرزنتيشن والله يعني، حقيقة وبشكره يعني. طبعا. ربنا يخليك يا مستر سامح، وان شاء الله هنعلن عن ورشه الموازنه ان شاء الله، وتعرف تفاصيل ان شاء الله قريبا باذن الله. تصبح ان على شاء خير الله. وتحت انا امرك. سعيد جدا ان انا كنت في وسط زمايلي واخواني جدا في السيشن ديت، واتمنى اكون بس في افاده، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ولو في اي حاجه مش هطلع اي حد، انا تحت امركم في اي حاجه، ما تاخرش عن اي حد ان شاء الله، سواء على الواتساب سواء على الماسنجر سواء في اي وسيله تواصل، انا تحت امركم. إن شاء الله مستر سامح، شكرا جدا لحضرتك. تصبحوا على خير يا شباب وفرحة إن شاء الله. شكرا باي يا باي. فندم، شكرا صاحب الفتاة.